الميساج ديال الكوتش كان فحال جميع المقابلات لا كونسونطراسيون نطبقوا هذاك الشيء اللي كيتقال لنا في التدريب على طاقه الاسبوع وما نطلقوش يدينا. التعدادات كانت كتجرب بشكل عادي كيفما جميع المقابلات وان شاء الله الدراري عوالين باش يزكيو النتيجه ديال الفوز اللي امام فريق الكوكب مراكشي ان شاء الله نزكيو في مدينه اسفي ان شاء الله. لقيت مساعدة من عند الطاقم التقني واللاعبين. نقدر نقول لك احنا ماشي فريق، احنا عائلة، كل شيء الحمد لله خوت، كتحس براسك ماشي بحال في داركم. الحمد لله أجواء زوينة ما بين الدراري، كنا خوت وإن شاء الله هذا الشيء كامل غادي يبان مع المباريات في داخل رقعات المهم. الجمهور ما بطبيعة الحال من حقه ما يرضاش بالنتائج حيت الفريق الفاتح كيبقى فريق كبير. حنا اللي علينا كنديروه في داخل رقعة الملعب حيت حتى شي واحد ما كيبغي يخسر، حنا كنا كنبغيو نربحو ان شاء الله. غادي كنوعد الجمهور باللي غادي نضرب باحسن ما كيعرفوا على سفيان سعدان.